قريبا افتتاح الخط من الوادي يمر طالع مقار باير بطب شوحط وما كان حلم صار واقع أداروها رجال خيار على الأجيال بنرويها وشفناهم بكم أخبار من أول ما بدوا فيها همه عالية وخلاص همه عالية وخلاص ولو هي مستحيل كانت ولبوهم جميع الناس وها هي اليوم قد بانت بكم هي تختصر للناس مسافة ساعة كانت فقولوا للشباب لا باس ذي فيها كم عانت سلام يا كل من ساهم سلام يا كل من ساهم بذل من أجل طريق شوحط رجال الخير لولاهم ما كان تم هذا الخط من كل المناطق كان ذا شجع وقاع عامل مواطن كان من الأعيان فريق للخير متكامل بكم الحين من قدم يشوفه مستوي وروان يمر فيها كم يا كم ويحصد أجر مدى الأزمان تحياتي أخوهم شابتون شابتون.